السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم انا متواجدين معكم بولاية وهران، بالضبط عند محلات اللوك. اليوم محلات اللوك قاموا بتكريم تلاميذ او طلبة اللي اجتازوا وتفوقوا في الامتحان شهادة البكالوريا باحسن معدل. كلها كانت من البداية كانت أجواء مليئة بالفرح والسعادة وممزوجة بالفخر، يعني كما قلت سابقا شعور بالفخر والاعتزاز وكذلك الفرحة والبهجة. أهدي هذه الفرحة بالدرجة الأولى لعائلتي الكريمة، كذلك للسيد أيت حبيب شريف الذي كان له الفضل الكبير في انضمامي لثانوية العقيد لطفي، وكذلك أساتذة ثانوية العقيد اللطفي والطاقم التربوي على رأسهم الأستاذ عدوش أستاذ مادة الرياضيات، أستاذة العلوم الطبيعية الأستاذة بن رقية، أستاذة اللغة العلوم الفيزيائية أستاذة حدوش، أستاذة اللغة الفرنسية الأستاذة حدو، والأساتذة الفلسفة أستاذ نقاس، منصوري للتاريخ والجغرافيا، اللغة العربية أستاذ الوهاب، والإنجليزية ضيف الله أستاذ نقاب التربية الإسلامية، وأستاذ الصياد التي كان لها الفضل الكبير، يعني ساعدتني كثيرا رغم مغادرتها للثانوية. أنا حاليا لم أحدد تخصص معين، ولكن أتمنى أن أكون في منصب وتخصص له اهتمام كبير وله مكانة راقية إن شاء الله. كلمة أخيرة، أهنئ جميع الناجحين في شهادة البكالوريا دورة 2024، وأتمنى لهم الاستمتاع بهذه اللحظات التي لا تعوض. وبالنسبة للراسبين أتمنى لهم فرصة أخرى ومحاولة أخرى إن شاء الله، وسوف تكون ناجحة بإذن الله. وكذلك أتقدم بجزيل الشكر لمحلات لوك التي قدمت لي هذا التكريم، وأعتذر على هذا التأخر. وأنا أشرف بالدرجة الأولى مدينة وهران، وفخورة بكوني من مدينة وهران. البنت هذه قلت لك من خوها؟ من خوها هذا إلياس ثاني، عندها ديك هذه ما عند الله حاجة، ما عند الله. عمرها ما دارت ليكور، عمرها ما دارت كسموه، ما تبغيش، عندها الانضباط. شوف عمرها ما دقيقة ما راح شروط اللي كسموه شهادة تاع المدير وتاع السيرفيون جينيرال والأخلاق، ألا خلطت كل شيء، الأخلاق، الانضباط، والتركيز في كسموه، والله يبارك التربية هذه هي والتربية. وثاني احنا عائلة محافظة، عائلة محافظة، عائلة محافظة. ونأكد نعاود نولي النقطة اللي نأكد عليها هي مدينة وهران وحاسبوني. أنا خال ماريا إيناس اللي جات لا دوزيام على ليشيل ناسيونال لا بريميير على ليشيل دو ولاية دوران. سي أن أونور شرفنا لا ولاية دوران. ماريا سي أن إيلاف إكسيلونت. ونشكر لاشين لوك على هذه الالتفاتة، وبارك الله فيكم ورحمة لديكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام أشرف المرسلين. أولا نتقدم الشكر الكبير للتلاميذ على مجهوداتهم طوال السنة، وهذه النتائج لولا مجهوداتهم لما وصلوا إليها، هذا من جهة. كما نقدم شكرنا الخالص إلى كل المؤطرين بما فيهم الأساتذة والإداريين، كما نقدم شكرنا لمؤسسة لوك على هذا التكريم الذي يثبت بأن هذه المؤسسة تهتم بالعلم والمتعلمين. تشكر. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معكم تلميذة خلوتي لطيفة ياسمين المتحصلة على معدل 18.02 ثانوية عمر المختار. الحمد لله اللي ربي اكرمني بهذا المعدل، والفضل يعود لربي والوالدية والاساتذه تاعي وبطبيعة الحال الشهادات الخاصه تاعي. والصلاه والسلام على رسول الله على اشرف المرسلين. اليوم في هذا اليوم يتم التكريم ثلاث الاوائل المتحصلين على اعلى نتائج في ولايه وهران. معكم تلميذه عيشاوي مريم متحصله على معدل 17.71 من ثانويه زبير بالقاسم.
المتواجدة في وهران بالتحديد في بلقايد. أشكر جميع الحاضرين هنا خصيصا والدي اللي عاونوني، بابا وماما الله يحفظهم ويخلوهم لي. نجاح تاعي هذا بالفضل تاعهم بالفضل على توكل الله والصلاة وكاع حصلت عليه، نشكرهم جميعا. وتاني الحمد لله درت لهم باغينا فرحتهم وفرحت خالتي اللي في قبرها، دعوا لها برك بالرحمة والجنة ليها إن شاء الله. الحمد لله على كل شيء صحيت. تم تكريم تلاميذ مدينة وهران اللي فازوا ونجحوا في شهادة البكالوريا بتقدير جيد. ومن هذا المنبر محلة لوك أبت أن تكرم هذا التلاميذ بمبالغ مالية كذلك وشهادة تقديرية. نتمنى هذه المبادرة إن شاء الله تتجدد في كل المجالات إن شاء الله.